حياكم الله مشاهدينا الكرام متابعي قناة الأيام الفضائية وحلقة جديدة من برنامج الوسم. أنا كرار حباب، فاصل قصير وفقرة فيس تو فيس، خليكم ويانا لحد يروح بعيد. أهلا ومرحبا بكم مجددا في فقرة فيس تو فيس، حيث الأخبار والمواضيع والأحداث والترندات المحلية والعربية والعالمية اللي دائما ما تكون موجودة في برنامجنا برنامج الوسم. أولى مواضيعنا في هذه الفقرة موضوع مهم جدا يجب أن نتحدث به بإسهاب كبير يخص شريحة كبيرة من الطلبة. انتشرت بالأيام الماضية فيديوهات وصور وأخبار على أنه بعض الجامعات الأهلية في بغداد تمنع الطلبة من إدخالهم للطعام أو حتى الشغلات اللي هي يعني النستلة، العصير، البطل المي، تمنعهم منعاً باتاً، لدرجة أنه مخلي لهم كارتونة من باب التفتيش يشمرون بها بطل المي لو النستلة لو العصير حتى يدخلون للجامعة، تمنع دخول الأطعمة الكثير من الجامعات الأهلية في بغداد. أولاً أنت الطالب دافع لك مبلغ محترم حتى يدرس عندك، ثانياً أنت ما تجبره أنه يأكل ويشرب من النادي اللي موجود أو الحانوت شو تسموه سموه أو الأسواق، ليش أنت ما تجبره؟ لأنه ببساطة بطل المي تبيعه ب 750، بطل المي 750، الكيكة اللي بربع دينار تبيعها ب 750، زين شو منتجع سياحي هو على مدة ترفع الأسعار له هو مكان للتعليم، زين أنتوا الجامعات الأهلية يعني هو بالنهاية طالب حتى إذا دافع لك قسط محترم مليونين، هذا تدري مين جايبه؟ يجوز هذا مطلعه من راتب والده وهو ممكن يشتغل، قاموا يشتغلون، ممكن يشتغل له بمطعم، يشتغل له بمقهى، يشتغل له بأي شيء على مود يطلع أجور الراتب على مود ينطيكم أجور الدراسة. أكو شيء اسمه مخافة رب العالمين. ليش هذا الموضوع خاف عنكم؟ ثم احنا من انتشرت هاي الاخبار اتصلنا باحد الجامعات، ردنا من عندهم متحدث يطلع ويحكي على هذا الموضوع او يوضح هذا الموضوع، رفضوا حتى يجاوبون على المكالمات. زين لحد قبل بدايه الحلقه احنا مع الاخ يعني بالعلاقات الاخوه يابا نريد اتصال هاتفي من هاي الجامعات، وطبعا انا راح اذكرهم الجامعات موجودات بالتعليقات، الطلاب هم ذاكرين الجامعات، يعني انا ما جايب شيء من جيبي، ردنا توضيح تطلعون توضحون، رفضتوا هذا يعني انا ما اعرف. اليوم انت الطالب جاي عندك يتعلم، فانت انت المفروض هم تعلمه شويه، تعلمه المبادئ، مو تعلمه والله انا مبدئي افيد نفسي وهذا هو الباقي انا ومن بعد الطوفان، ماكو شيء بالعالم كله. والله انت تجبر الطالب انه ما يدخل وياه اي 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 طعام، اي بطل مي، اي عصير، اي نستله، والله شنو تجبره انه يشتري من النادي اللي موجود بالجامعه. وهذا موضوع ثاني، اخذنا له موضوع ثاني. تدرون ايش قد اجور الحوانيت اللي تتاجر بالجامعات مزايده وترسي على شخص بمبالغ خياليه. احنا نناشد الجهات المختصه بمتابعه هذا الموضوع، لان موضوع مهم وحيوي، والطالب اليوم احنا لازم يكون نعلمه المبادئ، التعليم، الدراسه، يدرس، ينجح، يحاول. اهم شيء احنا نرسخ في ذهنه انه شلون يتعامل مع الناس، شلون هاي المبادئ هاي يحتوي الاشخاص. انت مو والله تصير بيئه طارده، يعني شنو انت تباوع على الطالب لمجرد انه هو راس مال فقط، يعني فقط تشوفه مليونين شنو؟ والله بس هو مو صوجكم، يعني مو صوجكم بصراحه. يعني اكو طلبه يعني تطلع لهم جامعات حكوميه بس يروحون اهليه والله على مود يدرس هذا الاختبار، والله مو صوجكم. زين مو صوجكم، المفروض الطلبه من يدفعوا لكم هيك مبالغ اقلها شويه يسوون فد وقفه احتجاجيه للجامعات هاي الاهليه اللي تنهش بالفلوس. ويا ريت، انا ما اريد انكل ولا اريد اسيء، بس ثقوا بالله اكو طلبه تتخرج من هاي الجامعات مثلا بمجال الاعلام، والله مانشيت ما يعرف شنو مانشيت ما يعرف شنو معناه. لعش شتو تدرسوا؟ شتو شنو اللي شتو تسووه له انتم بالجامعه؟
حرم جامعي وبالك عني وصفوف ومراحل ومرحلة وامتحانات، شنو اللي جاي تسووه انتم من هذا المنبر؟ ناشد الجهات المختصة بمتابعة هذا الموضوع، لأنه موضوع ما ينسكت عليه. اليوم ما أدري من سولف لي قبل لا أدخل الحلقة، أحد ما حد الطلبة في إحدى الجامعات قال بطل المي ب 750، قطية التايجر اللي هي بلف دينار بالأسواق العادية جوا بالجامعة 2500، 2500 يعني إيش قد رابح أنت؟ ضعف ونص رابح. بطل المي بربع دينار تهمية نفس 750، ضعف ونص فوقها. ماكو شيء، ماكو شيء منطق. مع الأسف والله. خلينا نشوف الموضوع وتفاصيله، والجامعات اللي بالتحديد هي تمنع دخول الطعام والشراب من خلال الطلاب. يقول طلاب جامعة أوروك، طبعا منشور واضح وصريح بعدة صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي، ما جايبه من جيبي، ما جايبه من ما لا قايل رأيي ولا قايل ما موجود في مخي، هاي موجود هنا، تقدرون تطرحون بالفيسبوك وبس تبحثون وراح تشوفون الموضوع زين. هو ترند صار ليومين. طلاب جامعة أوروك يشكون قيام الإدارة بمنع إدخال الطعام بغية إجبار الطالب على الشراء من كافتيريا الجامعة قنينة المياه ب 750 دينار. شوف هاي صورة ملتقطة من فيديو أنا التقطتها بنفسي، هاي صورة، شوف نمبر وان ممنوعة تدخل، قلاص مي ممنوع يدخل، نستل هاي كيكة ممنوعة تدخل، تفضل يلا نستله، تصور حتى نستله ما يخليه يدخل، يعني هسه هو ما يريد ياكل بالجامعة، دخل ويا نستله، شنو والله تمنعه؟ اكو امور احنا من نحكي ونتحدث بيها، مرات المشاهد يشوفنا انه احنا قلبنا محروق وما يصير نطلع بهذا الصورة للمشاهد الكريم، بس يا اخي هسان اليوم هسان عمري مقارب لعمر الطلاب، خلي نفسي بمكانهم. انا اليوم من احد يمنعني والله انا هاي جامعتي ودافع قسط وكل شيء مضبوط ما يخلونا. طب جلاس مي، شوف هذا جلاس مي، هذا جلاس مي، هذا الجلاس القدح، والله شنو شاربه خطي الولد شاربه وباقي نصه وعايفه هنا، والله ممنوع يطب وياك. هسه خفت تطلعوا لي لوفه جديده والله ها على مود ال 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 النفايات وما اعرف شنو، لا حبيبي مو على مود النفايات، تدرون كل زين الطلبه بالجامعات ما تشمر بكل مكان، اكو اماكن مخصصه، واذا انتم ما مخلين اماكن مخصصه بعد هذا الموضوع تابعوا وراجع لكم يعني. خلينا نشوف التعليقات وراح تشوفون ايضا اكو جامعات تمنع هذا الموضوع. امير يقول بالله وراك يقدر يطلع يمه مطاعم قريبه وكافتريات، الفراهيدي لا يدخل اكل ولا اكو مطاعم قريبه. امير الخفاجي هذا اكيد يداوم يعني بالفراهيدي وقدامك، وانا قبل لا ادخل الحلقه سالت وتاكدت عدي طلاب اثق بيهم قالوا لي ممنوع. تعليق من اسم هذا جايب لي اسمين وبعدين هادي يقول تفسيرها هو انه عصابات ومافيات من اللصوص تمكنوا وتملكوا مصالح يسترزقون منها. حسين يقول انا غير مدير الجامعه، اي غير مدير الجامعه الى حصه بيها، والعميد لهم حصص اكيد كلهم ما راح يوافقون على ادخال الطعام. هاي يعني صارت حصص، يعني مثلا عميد الجامعه يعني الى حصه من الحانوت. على التعليم السلام. إذا هذا تفكيركم اللي تفكرون من بي على مود الطلبة فوالله حرام عليكم، حرام، هاي الفلوس اللي تجيكم حرام تسترزقون حرام. وترى باكر عقبه كنا ميتين وراح نتحاسب، وإذا ما تحاسبت بالدنيا راح تتحاسب بالآخرة، ولو أكو عقاب يصير فوري آني بالدنيا. فهلا هلا بالطلبة، هلا هلا بالناس. يقول سجاد وين الاستغراب بالموضوع، اغلب الكليات ترفض ادخال الطعام والشراب، اما تتناولهم خارج الجامعه او داخل حرم الكليه، واضحه الشغله استثمار يعني بزنس. اخر تعليق من الهام تقول جامعه البيان والمشرق كذلك، ها صار عندنا اوروك
والفراهيدي والبيان والمشرق، كذلك لإجبار الطالب على الشراء من الكافتيريا، بالرغم حدوث كم حالة تسمم في طعامهم الملوث بدون حسيب ورقي. الجهات المختصة يجب النظر بهذا الموضوع. هذا تعليق واضح أمامكم، إلهام التميمي، تقدرون تدخلون على حسابها وتستفسرون منها عن حالات التسمم اللي صارت. تقدرون، يعني مو شي صعب. على العموم هذا كان آخر تعليق بخصوص موضوعنا الأول اللي هو موضوع منع دخول الطعام والشراب إلى الجامعات، والله شنو حتى يجبروهم يشترون من الكافتيريا، والله حرام عليكم. اي بالله. موضوعنا الثاني في هذه الفقرة ايضا موضوع هذا ما اعرف شو اسميه ما اعرف، يعني موضوع اكو شيء اقوى من الترند، يعني صار روتين يومي. الروتين اليومي اللي هو يعاني منه اغلب سكان بغداد والمحافظات، زين، الا وهو يعني صار حاله، يمكن حاله الاكل والشرب. يوميا احنا ناكل ونشرب، فيوميا احنا عشنا ويا هذا الازدحامات. كو مجله مسويه دراسه عن الوضع في بغداد والازدحامات، مجله بريطانيه تقول بغداد احدى أسوأ مدن الشرق الاوسط في حركه المرور. السبب هسه اذا نريد نحكي، لا بنينا جسور، لا بنينا انفاق، لا بنينا طرق خارجيه ببغداد، لا طريق دائري يعني بحول بغداد، زين. هسه يلا بدت الحكومه ممكن تسوي مشاريع، تكبر شارع، زين، من خلال الحكومه الجديده اللي صارت ورئيس الوزراء. هسه يلا بدينا نشوف، بس يا ترى احنا راح نبقى نعاني؟ زين، وين دور الوزارات او الناس المختصين بهذا الموضوع؟ يعني يوميا احنا نناشد، وصلنا مرحله هسه تفضل، هسه مثلا هاي الصوره تشوفها، زين، هاي شنو هاي؟ يعني بس واحد يفهمني، زين. حتى انا اذا جبت هسه مرور وخليته ناشي، شلون ينظم اذا هو التقاطع غلط، اذا هو الطريق غلط؟ يعني انا ما اعرف دور الاعمار والاسكان، منو الامانه، منو اللي يبني الشوارع، منو اللي يخطط، منو اللي يبني جسور وانفاق، يرمم منو؟ هسه لا فتحنا الشوارع من الصبات ورفعناهن فات، لا الطسات عالجناهن وفات، لا السيطرات شلناهن وفات، ماكو. هاي ثلاث شغلات خلال سنتين سووهن، رفعوا السيطرات، الصبات والطرق المغلقه والطسات عدلوهن، لحد الان نعاني من الزخم المروري. لا اكو مثلا فد واحد قال لك يابا مقترح، احنا نطلع لنا كم وزاره نخليهن بالاطراف، وهناك ممكن احنا حتى نبني مجمعات سكنيه. لا احد قال بالله نخلي مثلا وزاره دوامها بصمتها تصير بالتسعه، ووزاره بثمانيه مثلا، حتى تفاوت يصير بالوقت. ليش كنا بالسبعه الصبح الشارع هيك؟ ليش؟ شنو المشكله؟ غير نفتهم الجامعات الاهليه، جامعات الحكوميه، المدارس، الوزارات، الشركات، الكسب، القطاع الخاص، كل دوامهم هاي بالسبعة الصبح. ما اعرف يعني شنو اللي جاي يصير، ما اعرف. زين، احنا يعني جهزنا اتصال هاتف، ان شاء الله راح يكون ويانا بعد قليل، بس يجهز ان شاء الله الدكتور العميد زياد القيسي من المرور العام، المتحدث باسم المرور العام، لازم يوضح لنا هذا الموضوع، لانه مثل ما تعرفون احنا اليوم لازم نعرف شنو الاجراءات اللي راح تصير. المواطن العراقي تعب، العامل تعب، صاحب التاكسي تعب، كل شريحه المجتمع تعبت من وراء موضوع الازدحامات. تعبنا، وصلنا مرحله انه احنا بعد خلاص ما نقدر، يعني ترجع من الدوام ساعتين انت نايم بالازدحام، تروح للدوام انت ذا دوامك البصمه مالتك بثمانية وربع، انت تطلع ستة ونص من البيت، والمشكله بيتك عن الدوام بالايام اللي ما بيها دوام، يعني او العطل ما يستغرق يمكن 15 الى 10 دقائق. ثقوا بالله، انا بيتي عن دوامي بالايام العطل
10 11 دقيقه انا حاسبها، 10 دقائق انا حاسبها، بينما خلي يوم بدوام، يوم احد مثلا، لا انت مثل الورد كاتل لك ساعتين بالطريق زين، ماكو شيء. ولحد هذا لا، هذا انطلعه من قاموس، انطلعه من ايام الاسبوع هذا لحد، هذا وحده زين، هذا وحده زين. بالايام الجايه عندك حر، وعندك رمضان راح يجي زين، رمضان هذا الشهر الكريم، احنا هنا بهاي الحاله لا، لازم شنو احنا بعد خلاص نبات ناخذ الفطور ونفطر بالطريق. يعني اتمنى من وزاره التخطيط، من هاي الوزارات، من الناس المعنيين، انه شويه يسوون فد اجراءات معينه زين. دوام الموظفين بالوزارات اخليه بخطوط، منشاه تشيل لها 50 نفر كوستر، ما نخليهم يجون بسياراتهم، خطوط تنقلهم من كل، شوف كم موظف بكم منطقه، هذا خصص له زين. اذا هم الموظفين يجيك بنطلع من الصبح السترته والاربط بذانه والنظارات وبسيارته ويروح ويجي، وانت احسب موظفين، يعني هسه انا ما اريد احكي، يعني الله يرزقهم، يعني تلقى راتبه 500 الف وعنده سياره، هسه الله يرزقه ان شاء الله ورزق حلال، بس كلهم عندهم سيارات، كلنا عندنا سيارات، ما يصير، لازم اكو حل، لازم اكو اجراء، لازم الطرق شويه تتكبر، ناخذ يعني هسه مثلا اشوف مرات ازدحام يصير على سريع قناه الجيش، يعني انا بيتنا من هناك، فانا طريقي هذا، اشوف مرات يصير ازدحام، اكو جزره وسطيه ما بين القناه، سريع القناه بالوسط قناه المي، وبينها منا ومنها جزره وسطيه عرابة عن يعني تراب، عبارة عن تراب، حتى يعني راح سحقت بالجو زين، عبارة عن تراب زين. هسه يلا بدوا يزرعوها فيل، بس احكي لي ايش قد المسافة مالتها، الشارع تلقى مثلا فد 20 متر عرضة زين، وهاي الجزرة فد كيلو متر، فد 1000 متر تلقاها زين، هاي الجزرة خب اخذ لي منها 3 مترات 4، شو هي تراب بالشارع، اخذ لي منها 3 مترات 4، اكبر الطرق، اوسعها، اسوي لي طريق دائري، داير مداير بغداد، طريق ترى هاي مصر، هسه مصر هي يمكن اقوى بلد ممكن تشوفه بالازدحامات، عندها طريق اسمه الدائري، هذا ما يخليك تطب من المدينه تقسم المدينه بالنص وتطلع، لا طريق دائري سريع، انت من هذا الطريق تفوت لاي منطقه تريدها، يخلصك من الازدحامات، يخلصك من هواي امور. خلينا نشوف الموضوع وتفاصيله وايضا ردود افعال الناس. يقول مجله ايكونومست البريطانيه، بغداد احدى أسوأ مدن الشرق الاوسط في حركه المرور. طبعا مع الاسف. اوراق الخريف ابرار الغابه. هسه انا اريد واحد يفسر لي هذا الاسم. انا مرات قد اضوج وانفعل بالحلقه بالتصوير، بس يجيني تعليق لو اسم شويه يهديني. اوراق الخريف ابرار الغابه، يعني بس يعني مو الاسم، يعني ما تلاحظين الاسم شويه، يعني شويه كبير الاسم، يعني انا عبالي هذا التعليق، والله عبالي هو هذا التعليق. تقول على اساس ما عندهم ازدحامات، خلف الله على الضرائب والغرامات اللي فارضيها المواطن حتى يلتزم بالسير، مو بس هذا، انا ادري يمكن بالسويد سولف لي احد اصدقائي، السياره رخيصه، كلش رخيصه السياره، يقدر اي مواطن يشتريها، بس احكي لي ايش قد سعر لتر البنزين؟ يوصل 9 دولار. او يلا اشتري سياره، تبي تشتري سياره يلا اشتري، بس البنزين غالي. فانت ولو هم مخصصين لك مترو، مخصصين لك قطار، ومخصصين لك نقل عام، وكل شيء مخصص، هسه شوي نقل عام نسوي، نرجع سوي لنا فد قطار معلق، شيء ناس فد خطوط واضحه برعايه الدوله، برعايه وزاره النقل، خطوط واضحه، اجي انا اليوم اطلع من بيتي ايش عندي ماخذ السياره، اذا اكو خط يم بيتي
لو بعد 1000 متر كيلو اتمشى له اصعد واروح اكمل شغلي ارجع كل شيء ماكو. زين ماكو. زين مصطفى يقول اي عادي متعلمين ما دام سوي سيارات تدخل للعراق وبدون سيطرة ورقابة ولا يوجد تسقيط للموديل القديم ولا توجد شوارع زينة ولا يوجد مرور منتظم يعني مرور للسيارة. طبعا احنا جهز عندنا الاتصال الهاتفي الدكتور العميد زياد القيسي من مديرية المرور العامة. اهلا وسهلا بك دكتور ضيف على قناة الايام الفضائية. اهلا وسهلا بك وبجميع مشاهدي قناتكم الكريمة قناة الايام. تفضل. شكرا جزيلا دكتور. بالبداية انا اريد اعرف من خلالك اكو اجراءات اكو امور اكو توصيات رفعتها مديرية المرور الى الوزارات المعنية بهذا الموضوع من اجل توسعة الطرق ايجاد حل لموضوع الازدحامات اوقات الدوام ممكن تصير بتفاوت، هذا الاجراء تناقش فيه مديرة المرور العامة لو لا؟ شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. بتوجيه من السيد معالي وزير الداخلية المحترم. زين. إشراف مباشر للسيد مدير المرور العام المحترم اللواء الحقوقي طارق الربيعي، تم تشكيل لجنة بأمر ديواني. طبعا هاي اللجنة مو اليوم شكلت ولا البارحة، لا عاد صار لها كم سنة. هاي زين. اللجنة هي لجنة السلامة المرورية اللي زين. تتألف يرأس اللجنة السيد وكيل الوزارة لشؤون الشرطة زين. ومديرية المرور، وزارة النقل، وزارة التجارة، ووزارة الإسكان والإعمار، الطرق والجسور، أمانة العاصمة، حلو. وزارة العدل، كل هذه الوزارات هي ممثلة بهذه اللجنة. زين. هذه اللجنة على اجتماعات يومية تضع الخطط الكفيلة بحل أزمة حركة السير والمرور والزخم المروري. زين، شنو وضعه لحد الآن؟ نعم. من حلول. كل الحلول اللي إذا تنطرح وتتوافق عليها جميع الوزارات هي حلول من هذه اللجنة. رح نحكي عن المقترحات اللي اقترحتها مديرية الطرق. حلو. هي أولاً توسعة الشوارع. زين. بناء جسور. حلو. اللي السيد رئيس الوزراء أطلق حزبة من الإصلاحات. زين. و أنا أثبتها بالثورة العمرانية للسيد رئيس الوزراء. زين. حقيقة لم نشهد على الحكومات المتعاقبة مثل هكذا نهضة عمرانية لتخطيط الشوارع وبناء الجسور. هذا واحد. زين. شغلة أخرى، السيد رئيس مجلس الوزراء شكل لجنة من الفرقة الخاصة وقيادة عمليات بغداد يترأسها السيد مدير المرور العام. تم رفع 138 سيطرة من بغداد وجعلها مصطفى. هذا واحد. زين. تم فتح 99 او 97% من الشوارع اللي كانت مغلقة. رفع الكتل الكونكريتية واصبح السير سالك. زين. تم فتح نصف المنطقة الخضراء. تقريبا ثلاث شوارع رئيسية بالمنطقة الخضراء بالإضافة إلى نفق الزيتون. زين. هذه الدخول من جهة عمليات بغداد. كل هذه الإجراءات ساهمت في فك الزخم المروري، بالإضافة إلى افتتاح قبل شهر طريق الدور السريع اللي يمتد من الدورة قرارة عرب جبور باتجاه اليوسفية اللي يربط بالخط الدولي من بغداد باتجاه. هذا شفناه، هذا شفناه سيادة العميد، هذا شفناه. بس أنا أريدك هسه توضح لي، هل تم العمل ببناء بتوسعة الشوارع الجسور؟ أكو هسه جسر مثلا بدينا نبني به المباشرة شو وقت؟ يعني إحنا هسه نعرف إنه تم يعني صار اتفاق برعاية رئيس مجلس الوزراء ومن خلالكم، بس أريد نعرف وين الشوارع اللي توسعت؟ طبعا الاتصال انقطع مع الاسف، يعني ان شاء الله يعاود اتصاله معانا الدكتور العميد زياد القيسي. يعني نتمنى انه يرجع يوضح لنا اي طريق تمت توسعته، اي جسر تمت المباشره ببنائه، شنو الحلول اللي بعدها. هسه احنا نعرف انه احنا
الطريق اللي السريع اللي صار من جهة الدورة اللي ربطك بالدولي هذا شفناه وحلو، ممكن يخلص الناس من الازدحامات اللي رايح للمناطق المحافظات الجنوبية. بس أريد نعرف احنا شنو، أريد نعرف يا شوارع بدت بالتوسعة، يا جسور بدت بالبناء، يعني بدينا نبني، يا انفاق، لازم نعرفها هذا، لانه مثل ما تعرفون هذا الموضوع مهم. خلي اخذ بعض التعليقات حتى اذا رجع الاتصال الهاتفي حتى نكون متواصلين وياكم بهذا الموضوع. نسيم البحر تقول طبعا السيارات في ازدياد والشوارع على حالها، لا تنظيم لا توسيع ولا شيء. حسب كلام الدكتور العميد زياد القيسي يقول اكو باشرنا احنا، خلينا نشوف هاي المباشره. محمد يقول كارثه بصراحه، سيارات بكثره، وين ما تروح سيارات، ما تشوف رصيف بس سيارات، لازم توقف. زين طبعا عاودنا الاتصال بالدكتور العميد زياد القيسي، طبعا مشكور على سعه صدرك وهاي التوضيحات. قبل لا ينقطع الاتصال اني سالتك سؤال، يا شوارع بدينا بتوسعتها ويا جسور بدينا انه نبنيها، لو بعد يعني المباشره شو وقت، بس اتمنى توضح لنا هذا الشيء. نعم، اولا دائره المشاريع في امانه العاصمه امانه بغداد من قبل تقريبا سنه بدات باكساء وتبليط وترميم اغلب شوارع محافظه بغداد. زين هذا واحد، هذا شفناه الاكساء والترميم يعني والتبليط، هذا شفناه. اعطينا مجال طبعا، تفضل اعطينا مجال نسولف. يلا تفضل، اذا اوضح الفكره اللي رجاء. لا احنا ما عندنا يعني احنا مو مقاطع، احنا جايين نوضح للناس، يعني انا وانت نوضح للناس. خلي اكمل، يعني احنا ما عندنا مشكله، يعني اتمنى يكون صدرك رحب. اكمل، تفضل اكمل فكرتي استاذي الكريم. سالتني سؤال واني اجاوب. تفضل بكل رحابه الصدر. اكيد تفضل. عندنا جسور كانت تعاني من التخسفات والجوينات وعدم الإكساء بصورة صحيحة. كل هذه الجسور بالتعاون والتشاور مع مديرية المرور، يعني يوميا السيد مدير المرور العام المحترم يشرف على أعمال بالتعاون مع السيد مدير دائرة المشاعر في أمانة بغداد بتوسعة هذه الشوارع وتصليح الجوينات، لأن مثل ما تعرف أي جوين يصير به عطل أو أي تخسف أي تكسر بالشارع يأثر على حركة السير والمرور. كذلك رفع الكتل الكونكريتية، كذلك فتح الشارع. بالنسبة للحزمة اللي أطلقها السيد رئيس مجلس الوزراء، أكيد هذا شأن هو شأن المار والإسكان، لكن بالنسبة لمديرية المرور العامة من اول يوم السيد مدير المرور العام اجتمع بالكادر المتقدم في مديريه المرور ووضعنا خطه مروريه متكامله لامتصاص الزخم الذي سوف يحصل اثناء الاعمار، اثناء التبليط، اثناء الاكساء. هذا واحد. الشغله الاخرى، اتخذنا من خلال هاي اللجنه طرق بديلة وطرق مساعدة للمواطن عند بدء هذه الأعمار. زين، هذا من ناحية الإعمار. من ناحية المقترحات اللي تخفف من الزخم المروري، أكو عندنا نوعين من المقترحات، نوع قريب الأمد ونوع بعيد الأمد. اللي قريب الأمد شنو؟ أكو مخالفات أخي العزيز مرورية تؤثر على حركة السير والمرور، ومنها الوقوف الممنوع، الوقوف المائل، السير عكس الاتجاه، عدم الالتزام بإشارات المرور سواء كانت الضوئية أو اليدوية، هذا يأخر السير. فشددت مديرية المرور العامة من إجراءات تطبيق القانون ورفض المخالفات، فحصلت انسيابية من هذا الموضوع. المحور الثاني، أولا اقترحنا تقنين استيراد المركبات. زين، واحد. ثانيا اقترحنا ان تكون هنالك مناطق حره في الحدود بيع المركبات القديمه الى دول الجوار. حلو. حفاظا على البيئه اولا، ثانيا لحتضي مردود اقتصادي للبلد. زين. ثالثا
اقترحنا أن نوقف نظام شراء المواطن إلى رقم من مديرية المرور، والعودة إلى نظام ترقيم قيد المركبات أي تسقيطها، لنجعل الشارع متوازن. تطلع سيارة قديمة تنشمر تجيب مكانها سيارة حديثة. زين. اقترحنا كذلك بالتعاون مع محافظة بغداد اللي حاليا بدأت تأهل مداخل بغداد، اقترحنا أن تكون جراجات كبيرة لتبادل البضاعات التجارية كي لا تدخل عجلات الحمل الكبيرة إلى محافظة بغداد، وبالتالي لا يصبح هنالك زخم مروري. كذلك زين. لا يصار إلى الضغط على الشارع ويصبح الشارع متموجا من خلال الضغط بواسطة الأحمال الغير مبررة لبعض الشاحنات. زين. هاي مقترحات مديرية المرور. تفضل حبيبي. حلو. هاي المقترحات ايش قد تنفذ من عدن لحد الآن؟ تم دراستهن والموافق عليهن من قبل اللجنة ومن قبل زين. السيد وزير الداخلية المحترم، والآن هي أمام أنظار مجلس الوزراء إن شاء الله يبث بهذه المقترحات، بالإضافة طبعا إلى مقترحات وجه السيد رئيس الوزراء المحترم تم دراستها وتشكيل لجنة بتخفيض الأجور، الأموال السيادية التي تجبى من المواطن. زين. نعم. يعني إحنا من ناوي شيء، إحنا نناشد رئاسة الوزراء بالإسراع بتنفيذ هذه الأمور والموافقة عليها، لأن أنتم مثل ما عرفت أنا من كلامك إن أنتم خليتوا هاي الإجراءات وهاي المقترحات ومنتظرين الموافقة يوجد عليها. يوجد عضو من رئاسة مجلس الوزراء. زين. مكتب السيد رئيس مجلس الوزراء التحق حديثا بهذه اللجنة، وإن شاء الله بالأيام القليلة المقبلة سوف ترى المقترحات النور. زين. أنا ما أريد أطيل عليك أكثر، بس إحنا فتحنا موضوع الجوينات والجسور، شفنا قبل فترة نعم. موضوع جسر الجادرية وأحد الجوينات اللي بيطسة يعني كبيرة وتسبب زخم مروري، عالجتوا هذا الموضوع لو بعده؟ لو يعني أريدك توضح لي بهذا الموضوع يعني. ماشي. بالنسبة لهذا الجوين تقريبا ظل شهر احنا نناشد ونتصل ونحكي ويا وزارة الإعمار والإسكان. اها. دائرة الطرق والجسور. زين. ووصلت مناشدتنا والحمد لله والشكر بعد شهر او شهر وبدأت الطرق والجسور وسوت الجوين. يعني الآن بس اسمح لي. تفضل. أنا لو تريد رأيي لو ما مسوين الجوين أحسن. ليش؟ النوب سوونا الجوين أعلى من التبليط. والنوب قاموا يسوينا حوادث وقامت تطقطق سيارات مال السيارات، وهسه مرسلوخ ناشدناهم ليصلحون بي. مشكلة هاي. أعلى من التبليط. مشكلة هاي يعني ما يعني أتمنى إنه يتمون عملهم على 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 اكمل وجه. ليش هيك يعني؟ احنا جاي نشوف انه احنا فعلا انتم نزلتوا تنويه بهذا الموضوع، وحتى بعض السائقين كانوا يعانون يعني. هسه انت سويت نعم. غير تسوي بشكل جيد. مناشدات كثيره، جت مناشدات كثيره، ومن اول يوم كمل الجوين السيد مدير المرور العام شخصيا وقف بنفسه على هذا الجوين وشافه، والسيد واحد رصافه، السيد واحد كارخ، والأخ مدير قسم شؤون السير والعلاقات والإعلام، وقفنا على هذا الجوين وناشدنا وكتبنا واتصلنا بالسيد مدير الطرق والجسور، وإن شاء الله يعني يومين ثلاثة يتعالج هذا الموضوع. شكرا جزيلا على التوضيحات. شكرا دكتور العميد زياد القيسي مدير إعلام المرور العامة، شكرا جزيلا لك. طبعا احنا نشكر من عنده على التوضيحات اللي حكاها بخصوص موضوع الازدحامات والاختناقات المرورية، وأيضا موضوع الجوين يعني الطرق والجسور. يا بعيني يعني هسه أنت سويته تسوي بيه طسة تخلي حوادث تصير، يعني سويته أعلى، شنو بليته مخليله ولا حمله؟ ترى ماكو شيء والله العظيم يا أخي، اشتغلوا خلوا الله بين عيونكم. يعني احنا هسه إلا الناشد الوزراء، إلا الناشد رئيس الوزراء، إلا الناشد
هسه انتم من تشتغل يعني انت هذا جسر حيوي، جسر مهم، عزب هذا الطريق، هذا يعني طريق، هذا جسر الجادريه بالتحديد، هذا يربط لك كم منطقه، كرخو رصافه، يربط لك هواي مناطق وجسر حيوي. يعني هسه انت تجي تشتغل بشرفك، يعني انت المهندس اللي اشتغلت عالي، ما قلت هسه بنفوت بسيارتي شو يصير بي؟ مع الاسف والله. خلينا نشوف ما بقى عندنا من تعليقات. طبعا يقول اخر تعليق، يقول نحن بحاجه الى انفاق وطرق وجسور فوقها، يعني باختصار هناك حلين، اما تحديد السيارات التي تسير للعاصمه واضافه انفاق وجسور متعرجه وملتويه باتجاه المدن الرئيسيه، او قطارات سريعه في المدن لتخفيف الازدحام. هذا كان اخر تعليق بخصوص هذا الموضوع. طبعا وضح لنا مشكور الدكتور العميد زياد القيسي من مديريه المرور العامه، يقول احنا رفعنا توصياته ومقترحاته، وحاليا هي يم مجلس الوزراء وان شاء الله يتم الموافقه عليها. احنا شو نريد؟ لعد احنا نريد الخير يصيب هذا البلد لا اكثر ولا اقل، هذا اللي نريده. موضوعنا الثالث والاخير في فقره فيس تو فيس، بالفتره الماضيه العراق شهد يعني اقبال كبير من السواح للبلد بمختلف يعني الجهات، يعني مثلا سياحه دينيه، سياحه اثريه، سياحه رياضيه كذلك. تعرفون بطوله الخليج صارت. موضوعنا شو يقول؟ يقول اكو شبكه مسويه يعني دراسه عن عدد السياح الوافدين للعراق خلال سنة 2022، يعني ارتفع إلى أكثر من 3 مليون سائح. إحنا بهالموضوع لازم نطلع بطولة الخليج، إذن لأن بطولة الخليج صارت 2023، إذن فقط في 2022 العدد وصل إلى 3 ملايين، رقم كبير. إحنا شو نقول؟ نقول يعني إحنا عندنا سياحة دينية، طبعا زيارات الأربعينية هاي هم تشهد يعني كثير من الناس، ملايين ممكن تجي. احنا نقول يجب انه نهتم هسه احنا بالزيارات بجانب السياحه الدينيه. احنا الحمد لله والشكر كل شيء حلو، كل شيء مرتب على اكمل وجه، بس احنا شو نقول؟ نقول باقي يعني مثلا السياحه اللي يجيك سائح للاماكن الحضاريه القديمه، هاي لازم يتم الاهتمام بها، لازم نجذب احنا اكبر عدد ممكن. انا متاكد ممكن هسه 20 تكون اعلى، لان صارت عندنا بطوله، اكثر من بطوله على مستوى الرياضه، وايضا اكثر ناس اجتي بعد كسواح وايضا زيارات وغيرها. احنا شو نقول؟ نقول لازم نهتم بهذا الموضوع، الجانب السياحي، وزاره السياحه والاثار لازم نهتم بهذا الموضوع. يعني فد شيء يعني نسهل للسواح، فد فنادق قرب هاي المناطق، اشارات يعني توضيحيه، امن، طبعا الحمد لله امن موجود، بس امن يعني هاي المناطق، تعرفون مثلا المناطق السياحيه تصير بالصحراء، تصير بمناطق بعيده، يطب يشوف له مثلا فد شارع يوصله الى هذا الطريق، الى هذا المكان اللي رايح له. لازم احنا شويه يعني نهم نفسنا بهالموضوع، نهم نفسنا شويه، نشتغل، تجي الناس تشوف البلد، وضع البلد، هذا هم يطبب لك عملة صعبة ترى، يعني هم ما جايك بلاش. خلينا نشوف الموضوع تفاصيله والتعليقات. طبعا صابرين تقول ان شاء الله خير، ان شاء الله يستفاد العراق من هالعدد من السواح. عباس يقول هي معظمها سياحة دينية، واغلب السياح هم اما ايرانيين او لبنانيين او حتى سوريين او من بلاد اخرى جاءوا لزيارة المناطق الدينية في العراق. 2% فقط هم سياح اجانب من الدول الغربية بمعنى زيارة مناطق. سامان يقول العدد ممتاز، بس لو يتم تفعيل السياحة بشكل صحيح سواء دينية أو ترفيهية سيكون العدد بعشرات الملايين. حمزة يقول يا الله والله لو يشتغلون صح على المرافق السياحية لعدنا نستفاد أكثر، بالإضافة إلى السياحة الدينية، ويتطور البلد وينتعش اقتصاده. أما فراس يقول بس نحتاج وعي من قبل المواطنين حول التعامل مع السائح وأخلاقيات التعامل مع السائح حتى الأمور تكون تمام. هذا آخر تعليق عندنا في فقرة فيس تو فيس. خلينا نروح فاصل ونشوف ايش عندنا في فقرة ترند تيوب ونرجع لكم.
اهلا بكم مجددا. برنامج الصدمه راح يصير بالعراق، بس شنو؟ كركوك. يعني انا ما اريد احرق لكم المفاجاه، خلينا نشوف الفيديو نرجع نسولف. يلا برنامج الصدمه فرع كركوك. والله لو ضامين هذا الفيديو مطلع برمضان نوم الفشله، يقول له صاحبي لا نوم يحلف له الله شنو قبل والله صاحبي، يقول له جسمه، يقول له باران، لا يقول له راح للمعارض، يابا شو اسمه صاحبك، قول لي شو اسمه صاحبي، بعد اللي يأجر تاكسي اول ما يصعد يقول له شو اسمك، فين الهويه. طبعا هو هذا بالفيديو هم متفقين، واحد مدني يصعد ويا ابو تاكسي، شوف ويا هاي السيارات، يعني هو لابس مدني بس هو منتسب، يعني يتفقون وياه يصعد بالسياره ويجي وين المرور يلزمه ويظل يحكي وياه. طبعا خلينا نشوف يعني بعض التعليقات. ثامر يقول شلون فضيحه النوبه يحلفون والله وبالقران، هذا مو عبري، هذا صديقي لو قرايبي، والله لو انا اللي ابيع السياره. اخ تعليق من سعد يقول الحلفان ابسط من شرب استكان الشاي صار، اي والله قبل يحلف. اخر تعليق يقول هذا صدق برنامج الصدمه، اي والله صدق برنامج الصدمه، لان على اللي شفناه يعني احنا ما شاء الله. مشاهدينا الكرام وصلنا الى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج الوسم، حتى التقيكم في الحلقه القادمه، اقول لكم في مال الله.